ده متواضع، متواضع جدا، حساس، عاطفي، كيف لا؟ ولديكم أو لديك أو لديك، هي قراءات للنساء والرجال، ما تنسوش، لديكم حاسة سادسة، لديك حاسة سادسة تنبئك بأشياء، أنت سحرية، تنبئك بأشياء ستحصل لك. باش تفهموني غادي نعطي لكم مثل باللهجة. مثلا عليك أن تذهب لمكان معين وشي حاجة في قلبك كتقول لك إيمان ما تمشيش، لا تذهبي إلى ذلك المكان لأنك تشعر بشيء ربما سلبي يمنعك من أن تذهب إلى ذلك، أو العكس، العكس هو الصحيح، عليك أن تذهب لمكان معين وستذهب بحب كبير وبسعادة كبيرة بفرح، لأن شي حاجة في قلبك تقول لك سير، لأن تم شي حاجة مزيونة، شيء جميل ينتظرك. واخا فهمتوني ياك؟ إذا لديك حدس قوي، vous avez un pouvoir magique intérieur، عندك حدس قوي، قوي بزاف. لماذا؟ لأنك حساس، لأنك عاطفي، أنت قلبك أبيض، قلبك أبيض. هذه الرسالة لها معاني كثيرة، يمكنني أن أنظر إلى هذه الرسالة وأقول لكم أشياء، يعني كتاب غادي نبقى هنايا يوم كامل وأنا أصف لكم ماذا أرى في أرواحكم الجميلة فقط بهذه الكارت الجميلة لأنها روحانية. قلت أن أنت أو أنت قلبك بيض بزاف بزاف، قلبك أبيض، روحك بيضاء، عقلك أبيض يعني نظيف، طاقتك بيضاء مثل بياض الياسمين، وأنت علاج روحي، علاج نفسي للآخرين. لماذا؟ لأنك حساس جدا، وكذلك تجد راحة في مساعدة الآخرين. سبحان الله، ما أجملك، تتمنى الخير والسعادة للناس. لماذا؟ لأنك تتأثر بسرعة. وأنا إيمان أتساءل الآن بعد كل ما رأيته من جمال داخلي، كيف لن تكون حياتك جميلة بعد رؤية كل هذا النور، بعد رؤية هذا النور الجميل الذي يزين الظلام، هذا النور الملائكي، هذا النور الملائكي الذي يشع من روحك، من روحك الراقية وقلبك البريء. هذا الحبيب الذي تسأل عنه قد يكون برجه هوائي، ميزان دلو جوزاء، قد يكون برجه ترابي، عذراء جدي وأسد، عفوا عذراء جدي وثور، وقد يكون ناري حمل أسد وقوس، برج هذا الحبيب الذي تسأل عنه. قلت أنك أنت تبحث عن البساطة، عن الأشياء السهلة، تريد السهولة والسلام في حياتك، لا تريد تعقيد الأمور ولا تحب من يعقد حياتك. إذا ومن جهة أخرى أنا أرى أكثر من معجب في حياتك، ماشي غير واحد أو لا اثنان، أرى ثلاثة أو أكثر من معجب في حياتك، أرى أكثر من رجل واحد، تحظينا بإعجاب أكثر من واحد. والحبيب الذي تسأل عنه رغم أنه يحبك، نعم يحبك، حب متبادل، حب، نعم هناك مشاعر متبادلة، لكن هو ربما يرى أن الارتباط والزواج أمر صعب الآن. الآن لا تنسوش أنها يعني قراءات يعني طاقية، الأشياء تتغير، هذا ما يفكره هو دابا الآن، يرى أن هناك يعني أرى هناك مشاكل، لديه مشاكل التي أنت لا تحب تعقيد الأمور، وأنا أراها كذلك قراءة معقدة شوية،
ليست سهلة. أنا أرى أن هناك اشتياق كبير، ربما هناك طرف آخر، لكن هناك اشتياق، يشتاق يشتاق ويشتاق. لماذا؟ لأنه يحبك. هناك شخص آخر، هناك شخص آخر وله دور مهم جدا في حياته، هذا ما أراه. وهناك مشاكل، هناك مشاكل مختلفة، قد تكون مشاكل أسرية، قد تكون مشاكل مادية، قد تكون يعني عقبات كبيرة. لكن حبيبتي أنت غالية بزاف، أنت غالية، أنت ثمينة جدا بالنسبة لهذا الحبيب، لذلك لا يمكنه أن يتخلى عنك، لذلك متشبث بك، لذلك يعود. أنا أراه دائما يذهب ويعود إلى حياتك. هنا عقبات وعوائق كما قلت كبيرة، لكن أنت مالك الرومانسية، تفهم وتدرك أن الحب تضحية وعطاء، تضحية وعطاء لا متناهي. وبما أنك ذكية وحكيمة جدا، تتمتعين بحكمة سماوية جميلة ذكرتها في البداية، أنت منحته فرصة ليفكر، منحته وبثقة عالية جدا وبصمت وهدوء دون عتاب دون خصام، في صمت تركتيه يعني يراجع، منحت له وقت ليفكر، ليراجع نفسه، ليتأكد من حبه في هدوء وسلام. وأراك أو أراك أنت تعيشين حياتك، أو أنت تعيش حياتك في هدوء وسلام. أنت تعرف أنك محظوظ، ربما أنت تعرف وتدرك أن هذا الحبيب يحبك، لكن هذا لا يكفي، هذا لا يكفي. أنت تحتاج أن تفهم أن الحب تضحية، الحب اجتهاد، الحب عطاء. هو ذبذباته دائما دائما حزين، دائما دائما حزين، دائما يبكي. لماذا يبكي؟ لأنه يشتاق إلى هذه المرأة العظيمة، هذه المرأة الفاتنة، هذه المرأة الحساسة التي هي منبع ومصدر طاقته، طمأنينته. وسبحان الله، سبحان الله، شوفوا سبحان الله، يحبك بزاف 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 بزاف. الأمبراطورة والأمبراطور معا، تفهمون؟ يعني هذا لك وهو لك، يعني هذا زوجك، هذا حبيبك، هذا رفيقك، هذا صديقك، هذا يعني حبيب الروح. سبحان الله. هذا الحبيب يفكر أنك قوية، يحترمك بزاف بزاف بزاف، يحترمك بزاف، يعرف مدى قيمتك، يعرف أنك غالية بزاف. لماذا؟ لأنك تحترمين نفسك وتعرفين أنت كذلك قيمتك، بذكاء بحكمة بتواضع، لكن تعرفين قيمتك. هو يشعر بأنك كما قلت مصدر الطمأنينة، مصدر السلام. لماذا؟ لأنه يحبك، هذا يحبك، هذا يحبك. هذا أراه زوجك، أراه زوجك، هذا
هنا يعني في الأخير هناك زواج، أو قد يكون هذا كان زوجك أو شيء من هذا القبيل، لكن أراه متشبث بك بزاف بزاف بزاف. لكن هناك طرف، هناك عوائق، هناك مشاكل، هناك طرف آخر. من جديد متشبث بزاف. أنا الكارتة تقول لي أنه يحبك، أنك أغلى ما في حياته، وأنه يحبك، وأنه حب كبير ما بينكما، حب كبير جدا، وأنه لا يعرف العيش بدونك. لماذا؟ لأنك أنت مصدر طمأنينة، مصدر طاقة جميلة جميلة بزاف. يحبك، يعشقك. هناك مشاكل، أنا أرى بزاف ديال المشاكل في هذه القراءة، ليست سهلة، لكن رغم ذلك أنا أراك أنت في هدوء، في توازنك الجميل. واخا قلت أنك أنت تعيش حياتك في هدوء رغم كل ما يحدث. أرى أنها يعني علاقة ليست سهلة، لكن أنت تبحث عن البساطة، تبحث عن السلام. أنت تدرك أنه يحبك بفضل هذا السلام والهدوء الداخلي. أنت محظوظ، نعم محظوظ، وتعرف، أنت تعرف وتدرك أن نداءك وصل للسميع البصير وعليم بذات الصدور، وأنت تتشبث بتفاؤلك. الحبيب يتشبث بك، نعم، يذهب ويعود من حياتك، لا يمكنه التخلي عنك أبدا، وأنت تتشبث بتفاؤلك وحسن الظن بالرحمن، بالحليم، باللطيف، بالرحمن الرحيم. بالنسبة لحبيبك، هو كما قلت يفكر أنك قوية بزاف، قوية، وتحترمين نفسك وتعرفين قيمته، كما قلت، بتواضع، تواضع كبير وبحكمة. يعود إلى حياتك، نعم يعود، يذهب ويعود، لأنه يشتاق لعطر الياسمين، يطلب منك فرصة أخرى. أراك تحن وتعطف عليه، تحن وتعطف على الحبيب. لماذا؟ لأن قلبك أبيض، قلبك وروحك الحساسة لا تحب إيذاء أي الآخرين، لكنك أنت تواصل في البحث عن هذا السلام الحقيقي والهدوء. أنت لن تفتح الباب لهذا الحبيب، لكن ستفتح له النافذة فقط. فإذا أراد دخول بستانك، عليه أن يغرس ملايين الورود في قلبك أولا. أنت تعرف ماذا تريد في الحياة، وتعرف ماذا تريد من هذا الحبيب. أنت واثق من نفسك، وطبعا سيفعل، طبعا سيفعل. لماذا؟ لأنك ثمينة وغالية، ثمينة وغالية بالنسبة له. لذلك لا تيأس أبدا، ولا تقنط برحمة الله. غادي نشوف ما هي الرسالة الملائكية. أحببت كثيرا طاقتك عزيزي برج الحوت، طاقة جميلة بزاف، روحانية عالية، وتوازن عظيم، ولا تركز في المعاناة ولا المشاكل ولا العوائق ولا العقبات، لا، تركز في توازنك الداخلي، وهذا جميل، وهذا سيسهل الأمور كثيرا. رغم أني رأيت أنها يعني شوية الوضعية صعبة، الطيبة تعمل على خلق تجديد قوة الحب. تذكر أن تكون طيبا مع نفسك، مع نفسك، سبحان الله، يعني تنطبق، لأن يعني توازنك هو أنك طيب مع نفسك. البحث عن سلامك الداخلي هذا يعني أنك تحب نفسك وتعتني بنفسك مهما كانت الوضعية. كانت قراءة رائعة، أتمنى
أن لا يبتعد الربيع من قلوبكم أبدا أبدا أبدا. كان بغيكم بزاف.